دشنا معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي تطبيق ريف السعودية الذي يأتي للإسهام في أتمتة وتسهيل الخدمات المقدمة لمستفيدي البرنامج وتعزيز الاستفادة من تطوير مشروعاتهم. كاميرا يا هلا حضرت التفاصيل مع عبد الرحمن الحركان. احنا اليوم متواجدين في معرض ريف فالي، هذا المعرض الضخم المنظم من قبل ريف ما شاء الله تبارك الله، يضم نخبة من أصحاب المزارع والمصنعين. احنا كوننا مزرعة ومصنع بن سلمان للورد الطائفي، وجدنا اليوم بمنتجاتنا الطبيعية الأصلية، دهنا الورد الطائفي ومشتقاته كاملة، شيء ما شاء الله تبارك الله منتج سعودي نفخر فيه ويمثلنا مثل هوية الطائف. إن شاء الله من ناتج ممتاز إلى إن شاء الله ناتج أفضل من كذا بزيادة. التجمع هذا عرف فينا أكثر، نشر ثقافة الريف أكثر، إيش موجود عندنا في المزارع، أيضا يعني فتح لنا آفاق أكبر، فكل ما كانت التجمعات هذه هي جدا تخدم المزارعين وانعكاسها مهم على أرض الواقع. ممتاز، أنا بالنسبة لي دعموني في أكثر، ما دعموني في قطاع البن لما بدأت زراعة البن، برنامج رواد الزراعة أيضا دعمني في موضوع المزرعة الريفية اللي أنا أنشأتها، طبعا هي لازم تنشئ فيها عدة أقسام من ضمنها الكافي المطعم، أيضا دعمني في هذا المجال دعم مالي وأيضا دعم عيني، يعني أجهزة كهربائية أشياء، فجدا يعني مهم جدا وساعدنا وساهم يعني بشكل كبير في أننا نقدر نتقدم أكثر. هلا جبا نشارك برنامج ريف بهذا المنتج الوطني، المنتج الغالي من بلدنا الغالي. حقيقة إذا تكلمنا بتفاصيل كثيرة، قشر البن، الطحة، المردومة، تقديم القهوة، فيها بحر من العلم. يعني وش نقول وش نخلي، قهوة هي منا ونحن من القهوة. أول شيء ريف فالي حدث فريد من نوعه، أول مرة نشوف شيء زي كذا، المزارعين هم الثروة الحقيقية في البلد، فيوم نشوف التوجه الحكومي يدعم المزارعين، نشاطاتهم، كيف تقدر تسوي التفاصيل اللي كنا نعتقد سابقاً أنها من المسلمات ما تغير في عالم الزراعة، على سبيل المثال جوانب الري، فكيف أننا ننتقل من طرق الري القديمة إلى طرق الري الحديثة، كيف وفرت على المزارعين، السيولة في دعم المزارعين، هذه كلها أشياء عظيمة مرة راح تنهض بالزراعة في المملكة وراح نحقق الاكتفاء الذاتي بإذن الله في 2030. دعم وتحفيز واهتمام عالي المستوى مثل هذه الأفكار الجميلة والعظيمة هي اللي تستحق والله دائما وأبدا، ما هو إنصاف واحد، تستحق ألف إنصاف.